انطلقت أعمال الدورة 154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك للإعداد والتحضير لاجتماعات وزراء الخارجية العرب. من حيث إعداد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بها ورفعها لوزراء الخارجية لمناقشتها واعتمادها. هذا ويناقش الاجتماع عددا من البنود السياسية والأمنية والاجتماعية التي تهم العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في ليبيا.